المواقف الدولية من ما يجري في حلب، خاصة الموقفين الأمريكي والروسي وما يطلق عليهم مجموعة دول أصدقاء سوريا، مع وضوح من يملك فعليا مفاتيح السلم والحرب في سوريا والذي يبدو حتى الآن أنه الدب الروسي. كل هذه المواقف وأكثر سوف نتناولها بالنقاش، ولكن بعد التقرير التالي. حينما توجد إرادة دولية توجد حلول جذرية، هكذا قال الحكماء وهكذا جرت العادة في ديدن السياسة، غير أن مدينتنا لم تحظى ولو بجزء بسيط من تلك الإرادة الدولية المنشودة، ولم يحالفها الحظ باستقطاب أنظار العالم السياسي المتحضر إلا بعدما شارفت الحرب فيها على الانتهاء وأصبحت مآلات الأمور حتمية لا محالة. حلب تلك المدينة السورية التي قد يذكر التاريخ أنها أكثر المدن تضررا منذ مطلع القرن، دارت حولها الجدالات وعقدت من أجلها المؤتمرات تلو المؤتمرات، غير أن شيئا من كل ذلك لم يغير مصير المدينة المحتوم. وبالنظر إلى الموقف الدولي مما جرى ويجري في المدينة، يبدو بجلاء أنه لم يكن هناك موقف موحد، بل إن الحرب في المدينة كانت كما وصفها البعض حربا بالوكالة لقوى عظمى على أرض غيرها. فروسيا وإيران وجدتا في نظام الأسد قوة مسيرة على الأراضي السورية، في حين لم تجد الولايات المتحدة من تركن إليه هناك سوى من تضع ثقتها بهم من الأتراك، وهي التي اختارت منذ البداية عدم الجنوح إلى الخيار العسكري في عموم سوريا، واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية. زد على ذلك انشغالاتها في أمورها الداخلية كنقل السلطة إلى رئيس جديد وما أثاره من هبات وعواصف. الاتحاد الأوروبي لم يكن معولا عليه منذ البداية، فهو وإن دعا أعضاؤه إلى اجتماعات لمجلس الأمن أو غيرها من مؤسسات الأمم المتحدة بين الفينة والأخرى، إلا أن كل تلك الجلسات لم تحرز أي تقدم بشأن المدينة، خاصة وأن روسيا والصين دأبتا على استخدام حق النقد الفيتو ضد أي قرار يمس الأسد أو يحمله أي مسؤولية. ولا يمكن إنهاء الحديث دون التطرق لدور الأمم المتحدة بكل منظماتها ومسؤوليها، وهي التي وقفت عاجزة عن اتخاذ أي قرارات ملزمة للأسد وحليفته روسيا بما فيها من نظام داخلي ونظام تصويت يضع الحكم والجلاد في المصاف ذاتها. أرحب بضيفي في الاستوديو السيد زهير سالم، مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، كما أرحب بيفغيني سيدروف الكاتب الصحفي معي من موسكو، وأيضا من باريس بالسيد رامي الخليفة العلي الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك أستاذ زهير، وبموقف تصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورة عندما يقول إن لا دليل على أن الجثث في شوارع حلب سقطت بنيران النظام السوري، ما الذي نفهمه من هذه التصريحات؟ يعني أولا دعيني أقول للمجتمع الدولي وللمشاهدين وللعالم ما قاله الشاعر الفلسطيني: يرون مات ولم تمت روما بعينيها تقاتل، حلب ستظل تقاتل وصامدة. أما هذا التصريح الذي صدر منذ قليل تقريبا عن ديمستورا، فهو سلسلة أو هو حلقة في سلسلة من التصريحات عودنا عليها هذا المندوب الدولي الذي سبقه مندوبان شريفان قبله إلى الاستقالة من المهمة الصعبة أو المستحيلة. استقال كوفي عنان حفظا على شرفه وعلى تاريخه، واستقال الأخضر الإبراهيمي لأنه لم يرضى أن يكون أداة لغسل قذارات السياسة الدولية، ولكن مع الأسف ديمستورا ما يزال يصر على أن يلعب الدور الذي رضاه رجلان من قبله. هذا التصريح الذي يقول بأنه لا يعرف أو لا يعلم دليلا على من الذي قتل المدنيين في حلب، والقضايا أحيانا المشتهرة لا تحتاج إلى أدلة، لعبة الاختباء وراء الأدلة والتحقيقات ولجان التحقيقات منذ أن قصف الشعب السوري بالسارين، ومنذ أن قتل الناس بالطائرات قافلة المساعدات الإنسانية التي
تحركها الأمم المتحدة قصفت بالطائرات ويقولون لا نعرف من الذي قصفها، مع أن الأقمار الصناعية تسجل كل شيء، كل شيء عندهم مكتوب ومحسوب، ولكن هذه لعبة قديمة وسخيفة، دائما يحاولون أن يخفوا عجزهم وضعفهم وراءها. طيب سيد يفغيني سيدروف، من موسكو، تركيا وروسيا هما الضامنان لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه قبل أقل من ساعة من الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، ما الذي يضمن عدم التعرض للمدنيين والمقاتلين أثناء خروجهم من حلب؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام والزملاء الضيوف المشاركين في هذه الحلقة. أعتقد بأنه ما تم من التوصل إلى اتفاق، حيث لعبت روسيا وتركيا دورا مهما في هذا الأمر، هو يعني بالفعل يمكن أن يضمن خروج المدنيين والمسلحين بشكل آمن عبر الممرات الإنسانية التي تم إقامتها وفتحها. وربما هناك أيضا اتفاق شبه رسمي أو ربما غير معلن بين روسيا من جهة والولايات المتحدة، التي ربما تلقت وعودا أو ضمانات من روسيا، وهي مدعومة أيضا من قبل تركيا، بأن هذا الخروج، هذه العملية، عملية خروج المسلحين والمدنيين من شرق حلب، ستكون آمنة تماما. ولكن أعتقد بأن المسألة لابد من النظر إليه الآن نظرة أوسع من ذلك، وأقصد بذلك أن حسم معركة حلب ربما يقدم إمكانية أو فرصة لا تقدر بثمن بالنسبة لكل المشاركين في هذه العملية. يعني دون أن يدرك هؤلاء ربما بالفعل هذه الفرصة التي تتاح الآن، ورغم الخلافات الكبيرة التي ما زالت قائمة فيما بينها، سواء كانت بين طرفي الصراع في سوريا أو بين روسيا والولايات المتحدة وإلى آخره، فالفرصة بالفعل موجودة. ترك الأمور الجانبية والتركيز على ضرورة المحادثات السياسية الجادة، يعني كل ذلك. ما الذي تقصده بالأمور الجانبية سيد يفغيني؟ الأمور الجانبية التي لا علاقة لها مباشرة بعملية سياسية، وهي يعني قبل كل شيء التركيز على ضرورة بذل جهود مشتركة، سواء من قبل المعارضة أو من قبل النظام، باتجاه حل سلمي يكون عبارة عن أمر يرضي، ربما وإن لم يكن الكامل، هذا أمر مستحيل، ولكن يرضي ولو جزئيا مصالح وطلبات كل طرف من الطرفين. وأنا أعتقد بأن المباحثات لو كانت مباشرة بدون وساطة من قبل، سواء من قبل دمستورة أو أي جهة حيادية دولية أخرى، ستكون أفيد بكثير مما لو كانت تجري كما كان سابقا. سنتحدث عن المسار السياسي، ولكن حضرتك ذكرت بأنه الضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق يأتي من خلال التنسيق الروسي الأمريكي غير المعلن، ولكن قبل قليل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كيربي يقول أن اتفاق وقف النار في حلب أبرم بين روسيا وتركيا دون مشاركتنا. لماذا تم استبعاد أمريكا من هذا الاتفاق؟ هل هذه رسالة إلى الولايات المتحدة بأنك لست أبدا أو مجددا أنت في المشهد السوري، نحن من نملك القرار، مفاتيح السلم والحرب في سوريا؟ هو دائما يعني بالنسبة للطرف الأمريكي هذه المسألة أصبحت اعتيادية، وهي أن أمريكا يعني في وقت تصر فيه روسيا على ضرورة التشاور معها فهي ترفض،
ولكن بعدما يأتي يعني وقت معين، والآن خصوصا بعد حسم معركة حلب أمريكا تتظاهر بأنها غاضبة، ولكنها بالفعل لا أعتقد بأن كيربي يقول الحقيقة أو الحقيقة بكاملها. بلا شك وهناك تسريبات وبعض الدلائل تشير إلى أن المشاورات الروسية الأمريكية تزامنت مع المباحثات الروسية التركية، وبالتالي فكل المشاركين في هذين الفريقين اللذين كان يتباحثان في أمور متعلقة بحلب، واحد منهم في جنيف والثاني بين روسيا وتركيا، يعني هناك كان تنسيق رغم طبعا بعض الخلافات التي كانت تخص بعض الأمور المتعلقة بطرق وأساليب يعني تنظيم مثلا الممرات الآمنة وكيفية خروج وإلى آخره، ولكن التنسيق كان موجودا. ولكن الولايات المتحدة كالعادة يعني تصورت نفسها بأنها غاضبة على كونها لم يجرى التشاور معها، رغم أن روسيا كانت قد اقترحت عليها هذا التشاور وهذه المفاوضات منذ زمن بعيد. نعم. قبل أن أنتقل إلى السيد رامي، معنا من حلب الناشط الإعلامي بهاء الحلبي عبر سكايب. بهاء أهلا بك معنا، أطلعنا على ما يجري الآن في حلب. هل بالفعل كما ورد في التقارير بأن المقاتلين والمدنيين بدأوا بالخروج من حلب؟ نعم، أهلا بك. بالنسبة للهدنة التي عقدت منذ ساعتين، وقف إطلاق النار جاري حتى اللحظة، الهدوء يعم أحياء حلب المحاصرة بعد عنف ومجازر فظيعة، عدة مجازر بحق الأهالي في حلب. الآن بدأ الجميع يتحضر للخروج من المدينة عند الفجر، على ما يبدو بأن المجلس المحلي صرح بذلك بأنها ستكون أول دفعة للجرحى عند 5 فجرا نحو ريف حلب الغربي أو بعدها إلى أدلب، ومن يريد الخروج إلى ريف حلب الشمالي. الجرحى الآن بأمس الحاجة للراحة، للابتعاد عن المعارك، للابتعاد عن قصف، وليس لا ندري كيف الترتيب حتى اللحظة، ربما ستستغرق هذه العملية لأيام ويتم عملية الخروج. نعم. طيب بهاء، المعارضة تطلب بفتح معبر العمري الرمال باتجاه ريف حلب، هل هذا المطلب أن يتحقق؟ من المتوقع بأن يكون الطريق من الراموسة نحو طريق حلب دمشق ومن ثم إلى مناطق الثوار، يعني أو من الحمدانية إلى ضاحية الأسد ومن ثم إلى حي الراشدين إلى طريق حلب دمشق، يعني من هناك سيكون هناك الخروج إلى طريق حلب دمشق في الأخير، يعني ربما من الجنوب أو ربما من الغرب إلى طريق حلب دمشق. حلب الآن في أنفاسها الأخيرة بعد تضحية لسنوات، بعد فقدانها لأعداد هائلة من سكانها، بعد جرح أعداد هائلة، بعد تدمير معظمها من قبل الميليشيات المحتلة، من قبل الطائرات الحربية الروسية. للأسف حلب عنف المجازر، ولكن الآن تحتل، على وشك أن تحتل بشكل آمن، بعد أن قريب قبل البعيد، بعد أن قُزلت من قبل الجميع، لن لا أحد ساندها بشكل فيه. أطفالها يستصرخون تحت الأنقاض، لا مجيب، مجازر في الجملة، لا أحد مجيب، فقط الجميع كان صامت على هذا الموضوع، فقرروا الحفاظ على أنفسهم والحفاظ على أرواح الباقين أهم خطوة. نعم. يتخذونها. طيب. أريد فقط التأكد من نقطة بخصوص التقارير التي أيضا أشارت إلى أنه مبنى في شرق حلب يتعرض لقصف، يعني طبعا توقف القصف ولكن يوجد في 100 طفل، ما الذي جرى لهؤلاء الأطفال؟ هل تم إنقاذهم؟ هناك نسبة كبيرة من الأطفال استشهدوا في الآونة الأخيرة وبقيوا تحت الأنقاض ولا أحد يستطيع انتشالهم. يعني هذا القهر وهذا الألم الذي يعني جعل أهل حلب يتمنون الموت، بأنك على قيد الحياة تحت الركام ولكن لا أحد ينقذك، بأنك في الشوارع جريحة ولا أحد ينقذك. فهناك أعداد كبيرة من الأطفال الآن هم بصحة جيدة، ولكن سيتم خروجهم مع المدنيين مع عائلاتهم، أو هناك أيتام كانوا يتجمعون في أماكن موحدة، تظنون أيضا خروجهم
الباصات أصبحت حاضرة لأيضا المدنيين من المدينة؟ حتى اللحظة لم يدخل أي باص إلى حلب المحاصرة، ولكن ربما يعني إلى الآن الساعة 12 أو الساعة 10 حتى اللحظة، يعني هناك وقت بعد للساعة 5 فجرا، ربما في منتصف الليل يتم دخول الباصات ويتم تحضيرها من قبل المدنيين، أو ربما الساعة 3 أو 4، لا يوجد وقت محدد حتى اللحظة، وربما كل هذا يفشل في النهاية، لا ندري حتى اللحظة، إذ الأمور تمت على بشكل جيد، ولكن حتى الآن وقف النار مستمر والمدنيين يتحضرون للخروج، والجرحى يتم تجهيزهم الآن لإرسالهم عبر الباصات إلى ريف حلب. شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي بهاء الحلبي على كل هذه المعلومات من حلب. أعود إلى السيد رامي الخليفة العلي الأكاديمي والباحث السياسي من باريس. أستاذ رامي، النظام قال أنه لا علم له بهذا الاتفاق، يبدو بأنه علم متأخرا. أمريكا أيضا استبعدت من هذا الاتفاق. وأيضا السؤال اللي كنت أود أن أسأله للسيد يفجيني، لماذا استبقت روسيا جلسة مجلس الأمن للإعلان عن هذا الاتفاق؟ أنا أعتقد أن استراتيجية روسيا فيما يتعلق بالتعامل مع مجلس الأمن والاجتماع الذي دعت إليه فرنسا مساء هذا اليوم كانت واضحة، هي محاولة إجهاض أي قرار يمكن أن يتخذ أو مشروع قرار أو حتى إدانة مما يضطرها إلى استخدام الفيتو مرة أخرى، كانت تريد أن تتجنب ذلك، وبالتالي تم الإعلان عن هذا الاتفاق التي تم بوساطة تركية إذا شئت مع الفصائل الموجودة والتي ما تزال في الأحياء الشرقية لحلب. بالتالي روسيا حققت سيطرة النظام الميليشيات المتحالفة معه على الأجزاء الشرقية لحلب ودفع المعارضة للقبول بشروطها هي من أجل تسليم المدينة إلى الجانب الروسي. وبالتالي أما ما يقال عن أن تم استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أعتقد ذلك، أعتقد حقيقة ربما في هذه الجزئية، ولكن على الأقل السكوت الأمريكي هو من أطلق يد الروس في الأجزاء الشرقية لمدينة حلب. كما تعلمين أن هنالك تسريبات لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري في اجتماعه مع المعارضة الذي دعا إلى القبول بما يعرض على وفد التفاوض من قبل الأطراف الدولية ومن قبل روسيا على وجه التحديد. وبالتالي يمكن القول ريم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك الإرادة ولا تريد الحقيقة أن تقف بضد من السياسة الروسية أو الاستراتيجية الروسية فيما يتعلق بالملف السوري. تم تلزيم هذا الملف للجانب الروسي بموافقة أمريكية. ربما هنا يمكن الحديث عن بعض الفارق مع الجانب الأوروبي الذي يريد بالفعل وأراد خلال الشهور الماضية إفشال الاستراتيجية الروسية بالسيطرة وأحداث تغيير نوعي على الأرض وتغيير ميداني وعسكري بالسيطرة على مدينة حلب بكاملها، ولكن الجانب الأوروبي لا يمتلك القدرة، بينما من تمتلك القدرة هي الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن يبدو أن هنالك تفاهم ما بين الجانب الروسي وما بين الجانب الأمريكي. لا شك بأن روسيا مهدت الأرضية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، على المستوى الدولي بالتفاهم مع الجانب الأمريكي، وعلى المستوى الإقليمي بالتفاهم مع تركيا التي مثلت الحقيقة خلال السنوات الماضية الرئة التي تتنفس منها المعارضة، حيث يتم تزويدها بالسلاح وبالذخائر. وبالتالي جاءت إطلاق يد روسيا في حلب بموافقة تركيا بمقابل ما سمي عملية درع الفرات التي تخوضها القوات التركية مع فصائل من الجيش السوري الحر. وبالتالي من الناحية السياسية على الأقل باعتقادي أن روسيا مهدت الأرضية، وكان سقوط حلب بالمعنى العسكري هي ساقطة منذ أيام بالفعل. ومن الناحية السياسية باعتقادي أنه بمجرد دخول القوات التركية إلى في عملية درع الفرات إلى جرابلس بدأ أن أطلق يد روسيا في مدينة حلب. نعم سيد يفجيني، هل استفادت روسيا من الوقت المستقطع بين ولاية أوباما وبين تسلم الإدارة الجديدة لتمسك بزمام الملف السوري، تماما كما فعلت عندما تدخلت في جورجيا بين انتهاء ولاية جورج بوش الابن وأيضا تسلم أوباما السلطة؟
لا أعتقد بأن المقارنة ما بين حدث في جورجيا والآن يجري في سوريا يعني بربط هذه المسألة بولايتين أمريكيتين سواء آنذاك أو الآن له مبرراته. الوضع الآن يختلف تماما، ومن السابق لأوانه، أو حتى أقول شيئا آخر، من السذاجة الاعتقاد بأن روسيا لديها تفاؤل كامل فيما يتعلق بآفاق التنسيق والتعاون مع إدارة دونالد ترامب الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بالملف السوري. ذلك أن دونالد ترامب رغم تصريحاته التي دلت أو أشارت إلى إمكانية التعاون مع روسيا في هذا المجال وفي هذا الأمر تحديدا، فإنه سيتعرض ربما للضغوط الشديدة من قبل الكونغرس، من قبل البنتاغون وCIA وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، حيث أن هذه المؤسسات تضم العديد من خصوم التعاون مع روسيا. وبالتالي روسيا طبعا الآن تحسب كل الحسابات، وبالتالي هي أن تأمل بأن يعني تولي ترامب سيفتح أمامها طريق نحو التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة، ليس فقط فيما يتعلق بالملف السوري بل وغيره من الملفات الدولية والإقليمية الساخنة. ولذلك أعتقد بأن روسيا الآن جادة ربما في نواياها للتوصل إلى اتفاق أو تفاهمات معينة مع الإدارة المنتهية ولايتها، أي مع إدارة باراك أوباما، وتحديدا على صعيد التنسيق الوثيق بين سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري. وهناك الآن لا سيما لماذا لم تترجم هذه الجدية خلال 47 اجتماعا بين كيري ولافروف؟ لأن ربما كيري كان يأمل في أن بعض المساعدات الإقليمية سوف تساعد على المعارضة المسلحة وربما التنظيمات الإرهابية الأخرى بالبقاء في حلب والصمود والتصدي لقوات النظام السوري، لكن هذا لم يحدث. أما روسيا فكانت دائما تنتقد الموقف الأمريكي لعجزه عن الوفاء بوعوده المتعلقة بالفصل بين فصائل للمعارضة المعتدلة وأخرى للتنظيمات المصنفة إرهابية. أما الآن فربما هذه العقبات زالت ولو بشكل جزئي، ومن هنا أقول إن التفاهمات أصبحت أمرا ممكنا أو أصبحت أمرا أقرب إلى الحقيقة بالمقارنة مع ما كان عليه سابقا. طالما أن الخلاف سيد يفجيني حول تصنيف المعارضة المسلحة بين إرهابية وبين معتدلة، لماذا إذن أبرم الاتفاق بين روسيا وبين حركة نور الدين الزنكي والتي تعتبر وتصنف بأنها جماعة إرهابية؟ نحن لا نعرف حتى الآن تفاصيل كل هذا الاتفاق، وأعتقد بأنه مع الكشف عن هذه التفاصيل سيكون من الممكن الحديث عن الأسباب التي دفعت جماعة نور الدين الزنكي للإقدام على عقد هذا الاتفاق. وأعتقد بأن هناك ربما تفاصيل حساسة جدا ولابد من معرفتها قبل أن نحكم على فائدة أو ربما على أسباب دفعت هذه الجماعة أو تلك للانضمام إلى هذا الاتفاق. نعم. طب السؤال الأخير لك قبل أن أنهي معك سيد يفجيني، بالنسبة لهذا الاتفاق البعض يعتقد بأنه إنجاحه أو التوصل إليه جاء من ضمن عوامله إعادة تطبيع العلاقات التركية الروسية، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، وطبعا يجب أن ننظر إلى كل هذه الاتصالات والمشاورات بين الجانبين الروسي التركي على أنها تندرج في سياق التطبيع الذي يسود العلاقات بين موسكو وأنقرة. يعني ما حدث الآن من اتفاق تم التوصل إليه من قبل موسكو وبوساطة تركية لم يكن من الممكن تصوره منذ بضعة أشهر خلت. الآن أصبح هذا ممكنا بفضل ليس فقط التطبيع، وإن
إنما دوافع هذا التطبيع التي كان يعود سببها إلى رغبة قائدي البلدين أي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين إلى تطبيع علاقاتهما وبنائها على أسس براغماتية انطلاقا من مصالحها ومنها الاقتصادية بالدرجة الأولى ومن ثم السياسية. وهذا ربما يفسر أسباب هذا التقارب الروسي التركي وربما ترك بعض الخلافات ومنها أمر مهم جدا الخلاف كان وما زال قائما بين موسكو وأنقرة حول بشار الأسد وضرورة الإطاحة بالنظام السوري كما أصر على ذلك أردوغان ولكن موسكو لم تعلق على ذلك ويبدو أن هناك ربما نوع من تخفيف أو بعض التنازل التركي عن هذه المسألة ولكننا سنرى مستقبلا وربما خلال وقت قريب جدا هل هذا الموقف حقيقي أم أنه يمكن تعديله أنا أقصد موقف تركيا من خلال المشاورات القادمة التي يبدو أنها ستكون مكثفة بين موسكو وأنقرة حول كافة المواضيع المتعلقة بالملف الروسي التركي طبعا ساعود اليك ساعود اليك ولكن اريد ان انهي الموقف الروسي وطبعا سنناقش بقيه المواقف الدوليه مع قليل استاذ يفجيني هل هذا الروسي التركي سيضمن ان عدم تكرار ما حدث في حلب في ادلب لا اعتقد بأن يعني الآن الوقت مناسب للحديث عن ذلك لأن قضية إدلب ربما ستختلف اختلافا جذريا لهذه الثورة قرروا أن يتركوا الملف الروسي الملف السوري لروسيا وتركوا روسيا تلعب به كما تشاء وعندما كان كيري في كل مرة يخرج غاضبا ويقول أنا سئمت من الحديث مع لافروف الذي يغضب يكون نتيجة غضبه فعل موقف ولكنه كان يغضب بأن يسلم المرحلة في كل مرحلة من المراحل يسلم المرحلة للروس ليفعلوا كما يشاءون حتى فرضوا أنفسهم ليس فقط على الملف السوري الداخلي فرضوا أنفسهم على سوريا وفرضوا أنفسهم على تركيا أيضا وفرضوا أنفسهم على الإقليم انت انظري
الروس احتلوا سوريا، لم يسجل موقف عربي واحد، موقف عربي واحد لحكومة عربية واحدة تدين التدخل الروسي مباشرة في سوريا. كل الدول العربية الذي أظهر بعض الامتعاض، حتى عندما تحدث منذ أيام بن كيران وقال روسيا تدمر سوريا تدمر حلب، عادت الدولة، أقول الدولة المغربية، الملك المغربي سحب هذا التصريح وقالوا تصريح انفعالي تعبير شخصي. إذن الموقف في روسيا، روسيا أعطيت الفرصة لتفرض أجندتها على الشعب السوري، على دول الإقليم جميعا، على دول العالم بما فيها أوروبا. الآن فرنسا، ونحن نسمع الأنين الفرنسي، 3 نواب فرنسيين يتركون مجلس النواب الفرنسي ويذهبون إلى الحدود السورية بدوافع إنسانية لعلهم يستطيعون أن يقدموا شيئا. البريطانيون، الألمان، المجتمع الأوروبي. طالما تحدثت عن الموقف الفرنسي، الموقف الفرنسي كما يبدو بأنه قفز على موضوع ما يجري في حلب، وكان في مطالبة بتحقيق أو بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في حلب، بينما كانت مطالب المدنيين هو بوقف القصف. لماذا هذا الهروب إلى الأمام من قبل فرنسا؟ هذا ليس هروبا من الأمام، الواقع الإنساني. الآن نحن كنا نستمع إلى الذي يتحدث من حلب. أنا شخصيا عندي شكوك بكل هذه الضمانات المقدمة، لكن هل أستطيع أن أشير عليه وأقول لهم لا تقبلوا هذه الضمانات؟ أنتم ربما تقصفون في الباصات كما قصفت باصات المساعدات الأممية. لا أملك هذا الموقف السياسي، أصبح الحديث في السياسة ترفا أمام الواقع الإنساني الراعف بكل ما فيه من ألم. الآن الساسة يصمتون، والذين يحملون الرايات الإنسانية هم الذين يتحدثون. الحال الإنساني اليوم هو الذي يضغط على المشهد، يسكت كل السياسيين حول العالم. جريمة حرب ترتكبها روسيا، حرب إبادة ترتكبها روسيا. يقول جيش النظام عندما يستخدم، لا يوجد نظام في سوريا، هذا أولا، لا يوجد جيش للنظام في سوريا ثانيا. الذين احتلوا حلب اليوم هم عصابات طائفية قادمة من إيران وأفغانستان ومن العراق ومن لبنان. الآن اللافتات التي توضع على النقاط العسكرية مكتوبة باللغات الروسية والعربية والفارسية، لأن أكثر الذين يتنقلون عن النقاط العسكرية هم من الفرس، من الإيرانيين. نحن أمام مشهد متغير. لا عجب أن ترى الكثير، هذا الذي كان يحدثنا من حلب يكاد يبكي، كل القلوب تكاد تبكي. الأوروبي الآن، الأوروبيون ينظرون إلى المشهد، ينظرون إليه بروح إنسانية. اليوم نحن شاهدنا مجلس الأمن، والتعليق على ما جرى في مجلس الأمن منذ قليل. نحن كنا نستمع، تحول مجلس الأمن من نادي للسياسة والدبلوماسية، أرقى نادي للسياسة والدبلوماسية في العالم هو مجلس الأمن، تحول إلى حلقة من حلقات الشتم والقذف. يقول تشوركن، يقول يسخر من المندوبة الأمريكية، يقول لها الأخت تيريزا، يعني يشبهها بالراهبة على أنها صورة من صور الإنسانية، كأنه يسخر منها. هذا التقاذف، هذا الحال الذي قاد إليه التخلي، أنا أقول الولايات المتحدة. أما أنها وصلت من الضعف بحيث أنها تخلت عن الملفات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، ولا أظنها. وأما أنها راضية بما يفعله بوتين، هي معلش تنتقم من أعداء بأعداء. هو أوباما الآن يتصور أنه يستنزف روسيا بدم السوريين، يستنزف إيران والتي يعتبرونها عدوة بشكل من الأشكال، يستنزف إيران بدم السوريين، فهو رابح من القاتل والمقتول. هو ينظر إلى الاقتصاد الروسي المنهار. منذ أيام روسيا اضطرت أن تبيع في 110 من أسهم شركاتها التجارية ب10 مليار دولار، لأنها بحاجة إلى رقع ميزانيتها نتيجة الخراب الذي أتى به بوتين. الولايات المتحدة الأمريكية مسرورة من هذا، تستنزف بدم أطفال سوريا، بدم أطفال حلب، بدم أطفال دريا، بدم أطفال كل المناطق. أستاذ زهير، خلينا نستمع إلى ما يجري داخل حلب من السيدة تيريزا سان كريستوفال، الرئيس مكتب الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود، معنا من برشلونة. سيدة تيريزا أهلا بك.
Hello, welcome, good night. أهلا بكم. التقارير الواردة من حلب، ما الذي يمكن أن تفيدنا به، خاصة بأنه النظام السوري يقول بأنه هذه التقارير غير صحيحة ومضللة؟ It is a question. ما صحة التقارير؟ إلى أي مدى ممكن أن تكون دقيقة، خاصة في ظل اتهامات النظام لبعض المنظمات الإنسانية بأنها تقام تقارير مضللة وغير صحيحة؟ Are you referring to the allegation of the killing yesterday in Aleppo? القتل ما حصل البارحة إلى الوضع بشكل عام. ما حصل البارحة بالتحديد لو سمحتي. For what happened yesterday. ما حصل ليلة اليوم الأمس، لسنا موجودين في المنطقة. لم نكن موجودين، لا يمكننا أن نتأكد أو نفي ما حصل. ما يمكننا أن نتحدث عنه أن حول المناطق المحاصرة، لا يمكننا الحديث عن أي منطقة أخرى لأننا لسنا موجودين هناك. ما يمكننا الحديث عنه أننا قلقون للغاية من الوضع المدنيين في تلك المنطقة. هذه التهم التي تتحدثين عنها لا يمكن تثبيتها منكرا. نعم، طيب بالنسبة لوضع المدنيين، البعض يقول بأنه عدد المدنيين يختلف باختلاف المنظمات الإنسانية، وبالتالي ما يجري في الداخل من خلال التعتيم الإعلامي لا يضمن لنا معرفة حقيقة الأعداد الموجودة هناك. هل تعطينا أرقام متقاربة ربما بين كل هذه الأرقام التي تقدمها المنظمات الإنسانية؟ We really have difficulties to have. لدينا صعوبة في الحصول على الأرقام للأشخاص الموجودين في هناك. من يتحدث عن 70,000، لكن هناك مجددا صعوبة في تحديد على الرقم بالتحديد بسبب ما يجري من في حلب. لا نعلم من الذي غادر المدينة أو بقي فيها، لكن ما يوصلنا هو أنه بحدود 70,000 إلى 80,000 موجودون حاليا عالقون في حلب الشرقية. حتى لم تصلكم أي تأكيدات حول الإعدامات التي حصلت في حي الكلاسة بحق فريق طبي في مشفى الحياة؟ We don't have. I mean, we have heard the news. لا سمعنا الأخبار، لكن ليست لدينا مصادر أولية تخبرنا. سمعنا كما غيرنا بهذه الأنباء، لكن ليس لدينا فريق عمل موجود هناك لنتأكد من المعلومات. لا خسرنا، لدينا فريق عمل، لكننا خسرنا الاتصال مع بعض فريق العمل. قلقون عليهم، لكن لا يمكننا تأكيد ما حصل لهم. شكرا لك تيريزا سان كريستوفال على هذه المعلومات، معنا من برشلونة كنت عبر سكايب. أعود إلى السيد رامي. عندما تحدث السيد يفجيني عن طبيعة أو هذا التقارب التركي الروسي، وبالتالي ربما هذا الاتفاق يبدو ثمرة هذا التعاون الجديد بين تركيا وبين روسيا، هل دفعت حلب ثمن التقاطع المصالح التركية الروسية؟ باعتقادي أن تحليلك دقيق إلى حد بعيد. لا شك أن الموقف، أن تغير الموقف التركي، وخصوصا أنه أعطي الضوء الأخضر من قبل الجانب الروسي للدخول في عملية درع الفرات، وكان لهذه المسألة أهمية استراتيجية وأهمية تمس الأمن القومي التركي. كان هنالك خشية تركية خلال الشهور الماضية، ربما حتى خصوصا قبل الانقلاب، من تكون كيان كردي موجود في الشمال السوري، حيث هنالك امتداد جغرافي من منطقة الجزيرة في الشمال الشرقي إلى منطقة عفرين في الشمال الغربي، وبالتالي كان هنالك إرادة ورغبة تركية بفصل هذين المنطقتين اللتين يسيطر عليهما الأكراد. لذلك سعت إلى أخذ الضوء الأخضر من الجانب الروسي من أجل البدء في عملية درع الفرات. وكما تعلمين ريم أنه خلال الأيام القليلة الماضية استطاعت القوات التابعة للجيش السوري الحر المدعوم تركيا من الوصول إلى
قطع الطريق من إمكانية أي تواصل جغرافي ما بين منطقة عفرين ومنطقة الجزيرة السورية. وبالتالي إذا شئت أن تركيا فضلت مصالح الأمن القومي لديها على ما يمكن أو على دعم المعارضة السورية خصوصا في مدينة حلب، وباعتقادي أن تركيا روسيا لم تكن لتذهب هذا المذهب فيما يتعلق بالأجزاء الشرقية لمدينة حلب لولا أنها أخذت ضوء أخضر أو ضوء أصفر من الجانب التركي، لأن كانت تركيا على الأقل تستطيع أن تدعم الجيش السوري الحر أو الفصائل المقاتلة في الأجزاء الشرقية لمدينة حلب حتى تحقق العسكري، خصوصا أن الحرب التي شهدناها هي حرب شوارع، وبالتالي إذا ما تأمن بعض الدعم لتلك الفصائل يمكن أن تقف وأن تصمد لفترة أطول من ذلك، ولكن غياب هذا الدعم من الجانب التركي فأدى إلى ما نشهده الآن في مدينة حلب، خصوصا أن تركيا الحقيقة ليست فقط رئة المعارضة وإنما هي الممر الذي تستطيع من خلاله الدول الإقليم المؤيدة والصديقة للشعب السوري أو للمعارضة السورية أن تقدم الدعم لتلك الفصائل. وبالتالي باعتقادي أن ذلك هو العامل الأهم الذي مهد الأرضية لسيطرة النظام السوري بالدعم الروسي والميليشيات على الأجزاء الشرقية لمدينة حلب. نعم، شكرا جزيلا لك سيد رامي الخليفة العلي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من باريس. أرحب الآن بالسفير آدم الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية. سيد آدم أهلا بك معنا، كيف تقرؤون موقفكم من هذا الاتفاق الروسي مع المعارضة برعاية تركيا؟ Well, I mean, this retreat or هذه الهدنة أو الخسارة كانت متوقعة لكنها حصلت أسرع مما توقع البعض. أنا متفاجئ بالحقيقة، أنا الروس والإيرانيين والحكومة السورية سمحت للقوات المعارضة بالخروج من حلب، فاجأني بصراحة أنهم لم يقوموا بالهجوم ضدهم في مناطق حلب، والآن أصبح بإمكان المعارضة المسلحة الخروج نحو إدلب وإعادة ترتيب صفوفها وربما الهجوم على النظام السوري. من الواضح أن هناك بعض الأسباب التي تجعلنا قلقين من الوضع الإنساني وسلامة أهالي حلب، الناس رجالا ونساء وأطفال الذين كانوا يعيشون في حلب الشرق. يعني تمت هناك توجد هناك بضعة تقارير بأن هناك مذابح حصلت بحقهم، وهذا حصل مسبقا، ولا أعتقد أن هناك أي سبب. بكل أمانة لأعتقد أن هناك الأشخاص الذين لا زالوا يعيشون في حلب الشرقية لن تقوم الحكومة السورية بتعذيبهم أو قتلهم، لأنها ببساطة تعتبرهم أعداء لها. فيما يخص مستقبل حلب، أنا أعتقد أن أحياء حلب الشرقية ومعظم حلب أصبحت قاضي على السيطرة السورية. لا أعتقد أن الحكومة السورية تود بناء هذه المدينة، أعتقد أنها مدينة أصبحت مدمرة، وأعتقد أن الحكومة السورية ستتابع حربها ضد المتمردين أو القوى المعارضة، سواء كان ذلك في إدلب أو في مناطق أخرى. أعتقد أننا سنرى مزيد من المعاناة والحصار بالنسبة للمدنيين في إدلب وفي مناطق أخرى كما حصل في حدلب. نعم، هل سيترك أيضا تترك إدلب لمصيرها كما تركت حلب؟ ما دوركم في المرحلة المقبلة؟ كان في دعوة من واشنطن لوجود مراقبين دوليين يشرفون على هذا الاتفاق، ألا ترى بأن هذه الدعوة جاءت متأخرة، فقط ساعات تفصلنا عن تنفيذ هذا الاتفاق؟ Well,
Well, look, let's be clear. لنكن واضحين. الولايات المتحدة فعلت وستقوم ولن تقوم بأي شيء لدعم المواطنين السوريين. أنا لا أقول ذلك وأنا سعيد. وبما أنني عملت وعشت في سوريا لذلك أقول ذلك بمنتهى الأسى. ولكن ماذا يمكن أن نفعل لقوم بدعم السوريين في حلب؟ لا شيء. في دمشق لا شيء. في درعا لا شيء. ولذلك فإن الولايات المتحدة كانت واضحة منذ البداية. لماذا تتوقعون أن تقوم بحماية الناس في إدلب؟ وأعتقد أن إدلب ستكون الوجهة التالية للنظام السوري. أن المتمردين المعارضة والنظام السوري وموسكو والإيرانيين سيقومون باتباع نفس الأساليب التي اتبعوها في حلب في نفس الأساليب التي اتبعوها في درعا وفي مناطق الغوطة ضد الموجودين في إدلب. عندما يكون هناك ستكون هناك مجاعة وسيقوم حصارهم وسيقوم بقصف المدارس والمستشفيات وبشكل أساسي قبل لحظة من الوفاة سيسمح للناس بالاستسلام. هذا ما حصل في إدلب وما سيحصل ما حصل في حلب وما سيحصل في إدلب. ولا أعرف من يكون بإمكانه وقف هذا. لا أعتقد هل هناك رجل هل هناك أحد شجاع جريء يوقف روسيا ويوقف الأسد؟ حتى الآن لا يوجد. لا يوجد. يعني أنتم لم تصبحوا دولة وقوة عظمى، هذا ما تقوله؟ I think we are a powerful country, but لا زلنا قوة عظمى، لكن القوة تكون موجودة عندما يتم استخدامها. الولايات المتحدة أقوى بكثير من سوريا. لدينا قوات طيران واستخبارات وكل شيء. لكن إن لم نكن نستخدمها فنحن لسنا أقوياء. ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية سواء أوباما أو ترامب فيما يتعلق هذه المسألة سيقومون باستخدام القوة الأمريكية لوقف الحرب. لماذا؟ لأن لا أعتقد أن الأمر مرتبط بالمصلحة الأمريكية أو وجود مصلحة في سوريا. هذا يبدو فجا للغاية، لكن في نهاية المطاف إذا كان الناخب الأمريكي وموجود في إحدى الولايات الأمريكية في تينيسي في كنزاس، من الذي يكترث بما يحصل في سوريا؟ وكرئيس هؤلاء هم الذين قاموا بانتخابه وليس الأمم المتحدة. نعم. يعني ما يدهش أول مسؤول أمريكي تعترف بعجز الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. ابقى معي سيد آدم. أعود إلى سيد زهير لأنك عندك تعقيب على ما قاله سيد زهير. اعتراف بعجز أمريكي في سوريا. أنا أحب بالفعل أن أشكره على هذه الصراحة وعلى هذا الوضوح وعلى هذا الكلام الذي يثلج الصدر، ولكنني أريد أن أرسل له رسالة. الشعب السوري، أطفال سوريا لم يطلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل لإنقاذهم، طلبوا منها فقط أن ترفع يدها عن الملف وأن تترك من يريدون مساعدة الشعب السوري ليساعدوه. الولايات المتحدة الأمريكية قيدت أيدي دول المنطقة، منعت دول المنطقة أصدقاء الشعب السوري من مساعدة الشعب السوري، منعت من تقديم السلاح، من وصول السلاح الفعال، وبالمقابل وضمن اتفاقية النووي الإيراني سمحت للولي الفقيه أن يحرك 130 ألف جندي من إيران وأفغانستان والعراق ولبنان. قاسم سليماني المصنف إرهابيا على الأجندة الأمريكية يجول عبر دول المنطقة. الولايات المتحدة تقول يتكي الأولى محاربة الإرهاب. قاسم سليماني لم يعد إرهابيا. حزب الله الذي قتل في سوريا أكثر مما قتل داعش ونحن نعتبر داعش إرهابية لم يعد إرهابيا. الزينبيون والفاطميون والحشد الشعبي هؤلاء جميعا لم يعودوا إرهابيين.
البيكيكي التركي. من الذي ألجأ تركيا لتعود إلى روسيا؟ أنا أوضح الصورة التي كان الأخ رامي يتحدث عنها. من الذي ألجأ تركيا لتكون تذهب إلى درع الفرات وتخذل حلب؟ الأمريكيون الذين تحالفوا مع 3000 كردي ليحدثوا اختراق على الحدود التركية. نعم. هم الذين ألجأوا تركيا إلى أن تترك الملف السوري وتذهب للصلح مع روسيا. تركيا عضو بالناتو تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية، باعها الناتو بثمن رخص، وشعر أردوغان أنه مضطر للاعتذار لبوتين بعد إسقاط الطائرة الروسية، مضطر للاعتذار واعتذر وهو يشرب كأس السم، وعاد إلى الحظيرة الروسية وباع الشعب السوري وتخلى عن نصرة الشعب السوري. هذا كله لم يفعله بوتين، هذا كله فعلته السياسة الأمريكية. نحن كنا نود من السادة الأمريكيين، من الناخب الأمريكي، أن يكفونا خيرهم وشرهم، ولكنهم لم يفعلوا مع الأسف. كانوا وجه آخر للعملة البوتينية. نعم، قال سيد أدم أن الناخب الأمريكي لا يهمه ما يجري في الشرق الأوسط. أنا هو لا يهمه، لا، هذا يهمه سلبيا. إذا كان لا يهمه يدير ظهره للمشهد. أما أنه كان يحذر لا يجوز أن يصل السلاح الفتاك، وكلمة فتاك كانت مستعملة في كل مرة يتحدث يومها. أنا أريد أن أوضح شيء، مضاد الطائرات مصنف ضمن عملية التسليح سلاح دفاعي وليس سلاحا فتاك. أنا عندما يقتل الشعب السوري قبل سنوات الآن بالطائرات، نحن نتذكر في الحضارة الرومانية كانوا يقيدون يد العبد ثم يتركونه أمام الأسد ليدافع عن نفسه. هذا ما فعله الرئيس أوباما بالشعب السوري، قيد يده، قيد يد دول المنطقة، وتركنا أمام غيلان مثل بوتين ومثل الولي الفقيه وعصاباته في إيران وأطفال حلب ونساء حلب ونساء سوريا، كل سوريا يدفعون. نعم. هذا الثمن. طيب. شكرا للأخ إيرلي في مكانه الذي هو فيه، وشكرا أيضا للشعب الأمريكي. سيد آدم، يعني طالما بأن الولايات المتحدة لا تستطيع تقديم ما يجب أن تقدمه للشعب السوري وللمعارضة اللي دربتها في المسلحة التي دربتها في البداية، لماذا إذن هذه الجولات التي يقوم بها كيري إلى العواصم الأوروبية؟ وكان في حديث عن اتفاق أمريكي روسي أعلنت واشنطن على أنه سينفذ فيما عادت روسيا ونفت ذلك. Well, first of all, أولاً وقبل كل شيء أتفق مع كل ما قاله ضيفك في الاستوديو. لدي نفس التساؤلات. قاسم سليماني هو العدو الأول الذي يخيف الشعب، وهو لديه يده ملطخة بدماء الحشد الشعبي وأنصار الإسلام وعصائب الحق، كلهم ميليشيات إيرانية ويقاتلون في سوريا. لماذا لا تقوم الولايات المتحدة بشيء ضدهم؟ لماذا تغض الطرف عن هؤلاء الذين قتلوا مئات الأمريكيين في العراق ولبنان؟ هذا هو السر، لا يمكنني الإجابة عليه، لكن كشخص أنا أمريكي وأعتبر نفسي صديق للشعب للشعوب في الشرق الأوسط، فهذا أمر مسيء لي بالغاية. أعتقد أن هناك إشارات استفهام حول جون كيري. أعتقد أنه سافر أميالا عدة ولم يتحقق أي شيء في مثل أي وزير خارجية أمريكي آخر. لم يحقق جون كيري أي شيء من خلال جولاته المكوكية التي قام بها. يعني جون كيري هو من يتحمل مسؤولية فشل هذه المحادثات، فشل الولايات المتحدة في أن تكون أو يكون لها دورا فعالا في سوريا، أم أن الإدارة الأمريكية بأكملها؟ أعتقد أن روسيا هي المسؤولة عن فشل المفاوضات، لكن جون كيري كان لديه لم يكن لديها الإمكانية للقيام بالمفاوضات، كان عليه الابتعاد عن هذا الملف.
لأنه كان ينبغي أن يتصل لديه قناعة بأن الروس لم يكونوا راغبين بإيجاد حل المسألة السورية. الآن أعود لسؤال ضيفك، لماذا تغض الطرف عن المنظمات الإرهابية؟ أولوية الولايات المتحدة هي محاربة داعش، ولذلك فإن الولايات المتحدة تدعم من يقوم بهذه المهمة. العدو الأكبر هو بشار الأسد وروسيا، لكن الإدارة الأمريكية تركز على الحرب ضد داعش وقتالها في الموصل ومن ثم الذهاب إلى الرقة، وكنتيجة لذلك تتيح المجال لأعداء الولايات المتحدة وتعطيهم الضوء الأخضر، سواء كان ذلك في موسكو أو سوريا أو دمشق، للمضي قدما في مخططاتهم معظم التي تكون ضد معظم الشعب السوري. نعم أستاذ زهير، الحرب على الإرهاب أولوية كل الدول على رأسها الولايات المتحدة، برأيك أنه هذه الأولوية التي وضعتها الدول العظمى هي التي أدت إلى أو أوصلت الثورة السورية والمعارضة العسكرية، لنتحدث عن المعارضة العسكرية، إلى ما وصلت إليه؟ أنا أريد أن أقول بأن الحرب على الإرهاب بالمفهوم العلمي الموضوعي المعايير الدقيق هي أولوية الشعب السوري. الشعب السوري أول من تضرر بالإرهاب. بشار الأسد بكل المعايير إرهابي، بشار الأسد قتل رفيق الحريري، حافظ الأسد قتل في لبنان ريم عوض رئيس جمهورية لبناني، حافظ الأسد كان عنده 16,000 مفقود لبناني، أمهاتهم ما تزال تجلس على الرصيف في لبنان تبحث عنهم. إذا كان الإرهاب عملية تشخيصية، يعني أشخاص محددين بأسمائهم، هذه معايير انتقائية. نحن المتضررون، نحن أول من تضرر بالإرهاب، الإرهاب الأسد ثم الإرهاب الإيراني ثم الإرهاب الداعشي. عندما تريد الولايات المتحدة أن تحارب الإرهاب ستكون كل الشعوب العربية والإسلامية معها، معايير دقيقة أما فرز الإرهابيين على أسس هوياتية طائفية. الآن يقول الأخ من الولايات المتحدة كمال كيري، نحن عندنا يقولون كيري، هكذا يتكلمون، كيري من إيران، الناس يقولون هذا، أنا والله ما عندي معلومات دقيقة في هذا، يقولون أوباما، الناس هكذا تحلل في بلادنا، أوباما صحيح والده كان مسلما ولكنه كان شيعيا، الناس هكذا تقول. الولايات المتحدة الآن أخذت الأمور، أنا لا أؤكد هذا الكلام وإنما أشير إليه، أخذ الإرهابي منحى طائفي، كل الإرهابيين الشيعة أسقط عنهم وصف الإرهاب وأصبحوا أدوات وحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المجموعات الصغيرة اللي بسموهم داعش والنصرة هي التي نعم. أصبحت دخول الهم الأكبر دخول للعالم. تنظيم الدولة إلى تأمر ألا يعطي أيضا ورقة للنظام وأيضا هو الولايات المتحدة وكثير من هل سهل النظام دخول تنظيم الدولة وكثير من الساسة الأوروبيين قالوا وليس نحن إنه تنظيم الدولة أو داعش هذه هي إيجاد أسدي إيراني روسي، هي مصيدة الذباب كما قال أوباما أكثر من مرة، خلقوها لكي يقتلوا من وراءها شعب نعم. وهذا الحال الآن أن ينقلوها تنتقل أكثر من مرة من مكان إلى مكان. اليوم الأطفال في حلب يذبحون وداعش تتربع في قلب، تدمر هذه بالميرا، تدمر اللي هي عاصمة من عواصم الحضارة الإنسانية، تتربع فيها داعش، تسليم يد بيد. وعندما ينتهي دور الداعش في تدمر سوف تظهر مكان ثاني وثالث حتى يستطيع أن يقضوا على كل أطفال سوريا وكل أحلام السوريين. نعم. السفير آدم إيرلي الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك، كما أشكر سيد زهير سالم مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، كنت معي هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك أستاذ زهير. وسامحيني. ولا يهمك. نستمع مشاهدينا الآن إلى آراء الشارع الغزي فيما يجري في حلب. كل البقدر.